أوصي نفسي وأوصي كل من يسمع الحلقة من بني صخر ومن غيره، ولد عمك لا تهتمبه، ولد عمك لا ترديبه، ولد عمك أو قرابتك لا تعطيب والسلام اللي ما هو زين. ترك لو أنك تبسط خويك اللي أنت تعلله وأنت تحجي على ولد عمك، تره داخليا هو يمذهك وينتقدك. فعندك عندك حشو فينا وعندي حشو فيك، واصبحت شره هنا وحنا شره هناك، مثل ما قال الله رحمته الشريف بركات. فابن عمك احترموا وعطوا واجبه، ولا جاك كأنه ضيف، ما هو إن جاك أول مرة وثاني مرة تعتبره كأنه من موجودات البيت، لا، والله أقرب مالي ولد عمي، إذا أجيه ووحش إنه جيت له ثجيلة عليه فلا انكس عليه مرة ثانية. حنا طبيعنا تختلف عن غيرنا، المفروض أنه يكون في بيننا دائما احترام.